السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، فهذه هي الحلقة 13 من سلسلة مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. أحبة الكرام، نحن الآن في العشر الأواخر من رمضان، وهي العشرة أو العشر التي فيها ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لم يجتهد في غيرها. فتخيل معي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يهجر زوجاته، بمعنى يعني لا يجامع ولا يقبل، ويترك البيت ويعتكف في المسجد، وينصب له خباء في المسجد ليخلو مع ربه. وكان دائما عليه الصلاة والسلام يعني يحرص على وقته في عبادته مع ربه. ونحن تكلمنا في حلقة سابقة على وصاله صلى الله عليه وسلم في الصيام، يعني لا يفطر ويصل باليوم واليومين إلى آخره. لماذا؟ حتى لا يأخذ الطعام والشراب منه وقتا من عبادته مع ربه. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بأمثالنا ممن يهدرون أوقاتهم، وممن يكثرون من البعد عن الله تبارك وتعالى إلا من رحم ربنا سبحانه وتعالى؟ فقدوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فكان يجتهد، كما تقول عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان شد المئزر واعتكف في المسجد وأحيا الليل كله مع ربه. لماذا؟ لأنه كان يتحرى ليلة القدر. وليلة القدر كما لا تخفى عليكم، بمعنى الأحاديث التي وردت فيها، يعني إنما هي أخفاها ربنا تبارك وتعالى عن الخلق حتى يجتهدوا في العشر الأواخر كلها. وإن كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم طلب منا أن نلتمسها في العشر الأواخر، ثم بعد ذلك حدد الأيام أو الليالي في العشر الأواخر وقال التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وهي ليلة مباركة كما قال ربنا تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فهذا هو قدوتنا، وهذه أفعاله في العشر الأواخر، فأين نحن منه صلى الله عليه وسلم؟ وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.